خلونا ناخد معانا على التليفون احد اجمل واحب لعيبه مصر الى نفسي، كابتن ربيع ياسين نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. ازيك يا كابتن؟ ازيك استاذ حضرتك، ازيك صحتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، منور وموفق. موفق لحد دلوقتي، احنا بنتقابل صدفه بس ما اتقابلناش في البرنامج، لازم نتقابل. انت اخويا العزيز تحت امرك. لا ده انا اتشرف دايما يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. وموفق دايما موفق. يا رب جميعا. ايه رايك في ماتش امبارح يا كابتن؟ وايه رايك في المنتخب بتاعنا امبارح؟ لا، منتخب عمل اللي عليه طبعا، بطوله قويه جدا، وقدم بطوله قويه جدا. منتخب مصر يا استاذ تصنفه دايما يبقى من الاربعه الكبار، وحش بأداء ومش عارف سيء، لما بيدخل في اجواء البطوله وبعد الادوار الاولى بتظهر انياب وشخصيه وقدرات لعيب منتخب مصر راحتك. فقدموا مباراه رائعه، عملوا اللي عليهم، حاولوا. كان ممكن امبارح ربنا يوفقنا في ضربات الجزاء ما فيش فيها خالص، وده وارد، لكن رجاله كسبنا حاجات ايجابيات كتيره، جميله الوطنيه. بص، وطنيه اللعيبه دي لما بيبكوا امبارح على الخساره وحبهم وانتمائهم لبلدهم، ده اكبر فوز في البطوله صحيحتك. كله عامل عليه الحب طبعا، الوجوه الجديده، ان احنا نكسب اربع منتخبات بحجم اربع منتخبات كبار، كابر وكوتيفوار المغرب صحيحتك. فقدموا بصراحه، بنشكرهم ونقول لهم بيشرفتونا، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يسعدكم في الماتش القادم مع تصفيات كاس العالم، وان شاء الله انتم قادرين مع المدير الفني ان انتوا تنصروا كاس عالم بمشيئه الله تعالى وبالرجوله وبالاداء، كل شيء يبقى كويس ان شاء الله تعالى باذن الله. نصيحه يقدمها كابتن ربيع ياسين للعيبه المنتخب المصري، وايضا نصيحه كده همسه في الودن لكيروش. كيروش حضرتك لازم يقدم برنامج قوي يا استاذ يوسف، يحضر بيه المنتخب لماتشين السنغال، لان فرقه السنغال فرقه كبيره تملك قدرات مهاريه وبدنيه وخططيه على اعلى مستوى. لعيبه بص امبارح حضرتك بيتقلوا الكوره من تلت لتلت لتلت، مفيش تطفيش. عندهم سيستم رائع ويملكوا قدرات، دي حقيقه. فاحنا لازم نعمل حساب لفرقه السنغال كويس قوي فنيا ده بس، ويقدم برنامج قوي لازم يستعد بيه لماتشين السنغال. لازم برنامج قوي بالنسبه لكارلوس كولوش. انما اللعيبه طبعا التركيز، الالتزام، الحب، الترابط، الوطنيه بامر الله تعالى. الـ 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 ان شاء الله باذن الله تعالى هدفنا ان احنا نسعد ال 100 مليون عشان باذن الله تعالى، واحنا في ظهرهم طبعا، وان شاء الله يفرحونا ويوصلوا كاس عالم ويعوضونا عن امبارح ان شاء الله تعالى باذن الله. مش هفوت انه يبقى معنا كابتن ربيع ياسين، واحد من كبار نجوم الاهلي، وما نسالوش على توقعاته الماتش الاهلي اللي جاي قدام البرازيل ان شاء الله بكرة. ان شاء الله الاهلي طبعا اتمنى له التوفيق. الاهلي من حضر، الاهلي كبير، الاهلي يملك الامكانيات، الاهلي فريق كبير، الاهلي عنده قدرات بيقدر يكسب بيها، وعنده لعيبه على اعلى مستوى، وعنده خبرات كبيره جدا، وعنده ثقه، ويملك جوانب بدنيه ومهنيه وخططيه ونفسيه وذهنيه. انا من وجهه نظري طبعا الماتش مش سهل، الماتش في الملعب، لكن اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، يكسب ان شاء الله ويسعدنا زي ما ساعدنا في المباراه الاولى، ويكمل على خير بمشيئه الله تعالى ان شاء الله باذن الله. يا كابتن الف شكر ليك، نشكرك ونشوفك باذن الله في البرنامج بقى كده قريب باذن الله.